احتلت دبي المرتبة الثانية بعد طوكيو في قائمة المدن النهضة نحو العام 2020 بحسب مؤشر جونز لانج. وذكر التقرير أن دبي استعادت زخمها مرة أخرى وأخذت أسعار العقارات ترتفع من جديد، مؤكدا أن النمو الآن هو أكثر صوابية ومعززا لمركزها كوجهة للخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إلى جانب مكانتها كنقطة ارتكاز مفضلة لشبه الصحراء الأفريقية المتزايدة حيوية. كما أن فوزها باستضافة معرض إكسبو 2020 أعطى المدينة ثقة وزخما متزايدين. كما احتلت دبي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر حيوية في العالم في مؤشر زخم مدن العالم الذي أصدرته جونز لانج لاسال عن الربع الأول من العام الجاري. وقال المؤشر في سياق عرضه لأكثر المدن حيوية إن دبي حلت في قائمة مدن النخبة إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة باعتبارها بوابة عالمية رئيسية ووجهة تجارية.